في شيء مقلق جدا 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 للأسف. عادت الكورونا لتطل بوجهها القبيح. الشكل الجديد اسمه ميكوبلازما. الميكوبلازما حاجة كده قلق قلق بجد. ناس كتير جدا عندهم دور البرد ده اللي هو نفسه كورونا الحقيقة، بس احنا مش بنصدق وبنكذب نفسنا علشان احنا ما صدقنا خلصنا من فيلم الرعب اللي عشنا فيه سنتين. حياتنا على فكرة بعد الكورونا مختلفة تماما عن قبل كورونا. ناس كتير جدا حياتها اتأثرت بسبب هذا الفيروس ويمكن بسبب التطعيم، لكن خلينا نقول ان كل الناس او اغلب الناس بيقولوا دور برد تقيل شوية، لكن هي للأسف شكل جديد أو متحور جديد من متحورات كورونا. خلينا يعني نفتكر الأيام والشهور الصعبة دي من غير ما نترعب، بس نفتكر علشان ننتبه، علشان ناخد بالنا، علشان وإحنا داخلين في أماكن زحمة نلبس كمامة، علشان لو حد لا قدر الله حتى عنده كحة. على فكرة لو هو دور برد مش كورونا فهو معدي، أدوار البرد معدية برضو، ما احنا بنتعدي من بعض قبل ظهور الكورونا من البرد، فالبرد معدي والكورونا معدي، فإحنا ننتبه. اللي بيكح واللي شاكك في أي حاجة يلبس من فضلكم كمامة. نبتدي نهتم تاني، يبقى معانا الكحول، نغسل إيدينا كويس جدا، اي سطح نلمسه على سبيل الاحتياط لازم ننظف ايدينا، ويبقى الكحول بنستخدمه طول الوقت. ما نتعرضش لطيارات هواء من برد السخن. الناس اللي بتحب تستحمى بماء سخنه وتغسل شعرها بماء سخنه وبعدين تطلع لدرجه حراره الغرفه، يعني انت من الحمام للغرفه دي درجه حراره مختلفه تماما حتى لو ما خرجتش، فما بالك بقى لو خرجت. ده دور برد على طول، يعني احنا هنخليه برد، يعني اي مكان بقى برد. كورونا هو الالم واحد يا جماعه، الالم صعب جدا. كل الناس اللي بيجي لهم الالم ايا مكان شكله هو دور صعب جدا. ربنا يشفي الناس جميعا وينجينا جميعا. خلينا ننتبه. واحنا ان شاء الله بكره عاملين حلقه خاصه هنتكلم فيها عن كل التفاصيل وكل المخاوف والأدوية اللي احنا بناخدها عمال على بطال، او ان احنا اول ما نتعب احنا عارفين، بقينا عارفين عندنا كتالوج، بس الكتالوج ده ما بيمتعش وممكن يبقى غلط جدا، وحقن البرد والتفاصيل اللي احنا بنتعامل معاها دي خطر جدا جدا. ان شاء الله في الكونسولتو الرائع اللي هيبقى معانا بكرة نعرف حاجات كتير وهنجاوب على حاجات كتير، وننتبه للبكتيريا الجديدة اللي هي مشكلة كبيرة، وخاصة الأطفال بقى يا جماعة. الأطفال بيروحوا المدارس وبييجوا هما بينقلوا العدوى، فأي حد عنده طفل يسأل المدرسة، والمدارس يبقى عندها ضمير، وأولياء الأمور يبقى عندهم ضمير. لو حد تعبان أو اشتباه حتى في تعب بلاش يروح المدرسة، بلاش نخرج، بلاش نروح النادي، بلاش نروح تمارين، حرام. يعني حرام ان احنا نأذي الآخرين. خلينا نتبع دايما إجراءات السلامة عشان نحافظ على نفسنا. ربنا ينجينا جميعا جميعا يا رب. ربنا يحفظكم، لأن الصحة هي فعلا التاج، التاج الحقيقي للجميع والستر الحقيقي. لما ربنا بيسترنا بالصحة احنا بنقدر نواجه الحياة بكل ما فيها، فربنا بيكمل انواع ستره الكتير علينا، لكن يبقى الصحة وستر الصحة هو الاساس، هو العمود الرئيسي. فخلينا دايما ننتبه لصحتنا. ربنا ينجيكم ويحفظكم جميعا، ويا رب دايما ايامكم حلوة. وبنقول مرة تانية كل سنة وانتم طيبين. 25 عيد الميلاد المجيد، في ناس كتير في مصر عندهم العيد النهاردة، وناس تانية عندهم العيد 7 يناير، وفي العالم أغلب العالم العيد النهاردة. فإحنا بنقول لكل الإنسانية كل سنة وانتوا طيبين. والنهاردة كمان 25 سبتمبر عيد ميلاد
الرئيس الراحل أنور السادات، يعني بنفتكره ونقرأ له الفاتحة، ويعني بنقول لأسرته ولكل الناس اللي كانت بتحبه ولكل الناس اللي كانت واخده موقف ورجعت موقفها او حتى لسه ما رجعتش موقفها من الرئيس السادات، يعني بنطلب منكم الفاتحه لروح الرئيس السادات ولارواح كل شهداء غزه والارواح كل الناس الغاليه علينا اللي فرقتنا واللي افتقدناهم. واحنا بنقرا الفاتحه للناس اللي عزاز علينا نفتكر نقرا الفاتحه النهارده رئيس السادات ولكل شهداء غزة، ودايما لكل شهداء غزة نقرأ الفاتحة، ولكل الناس في غزة وفلسطين كل الأمنيات وكل الدعوات إن شاء الله بأيام جاية يروح منها القسوة ويروح منها الرعب ويروح منها الخوف ويحل السلام إن شاء الله في مدينة السلام يا رب السلام.